مصداقية البكالوريا محفوظة ومضمونة، ومصداقية البكالوريا في تنظيمه في إجراءاته في هبة الدولة بكل أجهزتها في تنظيمه، وبالتالي هو امتحان ذو مصداقية كبيرة وامتحان منظم كما يجب، تعبأ له كل أجهزة الدولة، أجهزة إدارية، أجهزة أمنية، كل دولة شرع لها الامتحان وله مصداقيته. وترون أن حتى الظاهرة السلبية التي دابت في الماضي انتظر في اليوم لا نراها، وأنتم تتابعون هذا، وبالتالي فنحمد الله ونشكره على ما وصلنا إليه من تحكم ومن تنظيم ومن تأمين هذا الامتحان، ومن تخلص، أقول تخلص نهائيا من السلوكات السلبية والسيئة اللي شفناها في الماضي تاع نشر المواضيع وما إلى ذلك من سلوكات التي سيردحها القانون